ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام نتابع تصويت المصريين بالخارج في اليوم الأخير، اليوم الثالث، وينضم إلينا هاتفيا سعادة السفير ناصر حمدي سفير مصر بالرياض. بعد التحية سعادة السفير، كيف ترى تصويت المصريين اليوم، اليوم الثالث والأخير، وهل اختلفت أحجام المشاركة عن اليومين الماضيين؟ أهلا بيك يا فندم. طبعا احنا النهارده اول يوم عمل بعد عطلة نهاية الاسبوع، فطبعا اليومين اللي فاتوا طبعا كان الاقبال قوي جدا بالنسبة للنهار، وكان عندنا حضور مكثف على مدار اليوم. النهارده الاقبال جيد ومتحرك، بمعنى ان الصبح بدري قبل ما الناس ما تروح شغلها كان في اقبال، وبعدين على مدار اليوم بيجي لنا بقى مجموعات واضح انهم بياخدوا مثلا اذن بالشغل فبيجوا مع بعض كلهم مره واحده، اتوبيس مثلا حضرتك من شركه جاي كلهم بيصوتوا ويرجعوا. فلا اقبال جيد لغايه يعني خلال الثلاث ساعات اللي فاتت، لا انا شايف انه اقبال يعني فوق يعني مش حتى متوسط، لا اعتبره جيد ومتوقع ان فتره الراحه هتبقى كويسه برضو مع الاقبال. وما بعد انتهاء فترات العمل انا شايف برضو هيكون في اقبال اكثر. هو دوما بعد فتره انتهاء العمل بيكون في اقبال اكثر، يعني بعد انتهاء الدوام الخاص بعمل المصري. مظبوط صح، وده يعني ملموس وانا حاسه وانا واثق منه يعني في الفتره اللي جايه، خاصه لما شاهدته يعني خلال اليومين اللي فاتوا من حرص الناس انها تيجي وحرص ان هم يظهروا مساندتهم للبلد والولاء والتفادي من اجل البلد. فلا شعور بحب مصر واضح موجود عند الناس، فانا واثق يعني الفتره اللي جايه هتبقى برضه نفس الوضع. فهو يعني رغم ان النهارده يوم عمل الا ان برضه الحضور جيد. يعني طبعا الكتلة التصويتية الأكبر متواجدة في المملكة العربية السعودية للمصريين بالخارج، أكبر حجم جالية مصرية، ودائما المؤشرات تشير إلى أنه من أكثر الدول إن كان أكثرها كثافة في التصويت هي المملكة العربية السعودية. سؤالي لحضرتك يعني فيما قادم من ساعات حتى إغلاق أبواب الاقتراع ثم البدء في عملية الفرز، كيف ستسير الأمور والإشراف الخاص هنا للبعثة الدبلوماسية على إتمام العملية الانتخابية في يومها الأخير؟ يعني أنا طبعا أهم حاجة عندنا هو إن ما بقفلش باب البعثة قبل ما أتأكد إن حوالين المبنى ما فيش أي مصري موجود بره. صحيح. فده سواء احنا او وزاره العامه بجد بنبقى حريصين ان طالما في حد في محيط البعثه لازم ان هو يخش يدلك صوته. حتى لو اتاخرنا 5 دقائق 10 دقائق عن موعد الغلق اللي هو 9. بس بنبقى حريصين، يعني انا امبارح جالنا الناس الساعه 9 و10 فما كانش ينفع العامه بعد ما حد يعني يبذل الشقاء ويوصل لهناك مقر الانتخابي واقول له لا انا قفلت تعالى بكره، يعني ما ينفعش. يعني بيسمح سواء هو بجوار او في محيط المقر الانتخابي يسمح له يعني تيسيرا وتسهيلا انه يدلي بصوته يعني. طبعا مظبوط صح، وخاصه كمان يعني المسافات كثيره وظروف الناس سواء بعملها او ارتباطاتها، فالواحد بيحط ده برضه في الاعتبار. فبالتالي احنا بنبقى فاتحين لغايه ما نضمن ان كل من هو حوالين البعثه حوالين الاسوار مفيش اي حد، وبنطلع بره وبنتاكد ونبص ونلف حوالين البعثه ككل وبنطمن، وبعد كده ممكن ان احنا نغلق الابواب. فده كان خلال يومين اللي فاتوا، وده اللي احنا هنعمله برضه النهارده. والاجراءات الخاصه بعمليه الفرز؟ الاجراءات يعني طبعا احنا حضرتك بيبقى في لجنه معنيه من البعثه، في وجود برضه ممثلي الاعلام، بوجود مندوبين المرشحين، عشان الامور تبقى واضحه
او بشفافيه مطلقه، لان بيتم بنفتح الغرفه اللي هي مفروض مقفوله بشمع احمر، بيتم فتحها في وجود هذه اللجنه، بتطلع كل الصناديق المغلقه وبيتم فتحها وبتبدا عمليه الفرز، بحيث ان احنا بعد ما بنعمل عمليه الفرز ونعمل المخاطر بيتم ابلاغ بقى اللجنه العليا للانتخابات بالنتائج بتاعتها. اشكرك شكرا جزيلا سعاده السفير ناصر حمدي سفير مصر بالرياض.